25 اكتوبر يوم ان حررنا السودان من اسوأ حكومة مدنية استبدادية شدها منذ الاستقلال. 25 اكتوبر يوم ان حررنا السودان من مشروع اجنبي لا صلة له بالوطن، الثقافة ولا الهوية ولا التاريخ. 25 اكتوبر يوم ان حررنا السودان من حكومة التدخل الاجنبي، هذه الحكومة الوظيفية التي كانت تريد ان تبيع ميناء السودان وتبيع فشك السودان وتبيع اراضي السودان. انا فقط اريد ان ارسل اليوم، نحن 25 اكتوبر جينا لإزادة التغيير، جينا لربان التغيير، جينا لقادة التغيير، لنرسل رسالة، ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للمكون العسكري، نقول للمكون العسكري إذا كان يظن أنه يلعب بعرق شعبنا والغلابة من شعبنا، يلعب بهم سياسة، يضغط بهم ليفاوض ويحقق مصالح تعني مؤسستهم فقط لا تعني السودان، أن شعبنا أوعى من ذلك، أن شعبنا أوعى من ذلك. هذه المفاوضات الثنائية التي تتم اليوم، لا يظنن المجلس العسكري أنه جلس في اجتماع في غرفة باردة وأصدر قرارات 25 أكتوبر، إنه أصدر قرارات 25 أكتوبر مكرها لا بطل، أصدرها استجابة لحركة الشارع التي لم تتوقف منذ أبريل 2019، استجابة للتظاهرات التي لم تخلو من مدينة من مدن السودان، استجابة لإغلاقكم الميمون يوم أن أغلقتم الشرق. إنه فعل ذلك استجابة لهذه التطلعات، هذه الجموع التي انتظمت في كل المدن، انتظمت في كل المدن. ونحن نقول اليوم، ونحن نقول اليوم، إذا نكص المكون العسكري عن قراراته التصحيحية في أن يقف في مسافة واحدة من جميع القوى المجتمعية والسياسية في أن يشيع السلام والعدالة والحرية بين الناس، في أن يقيم حكومة كفاءات وطنية مستقلة، في أن يقيم انتخابات حرة ونزيهة، في أن لا يسلم البلد للعملاء، فقد هدم آخر طوبة في جدار الثقة بينه وبين الشعب، هدم آخر جدار للثقة أو طوبة في جدار الثقة بينه وبين الشعب. إن شعبنا الذي ألجأ المكون العسكري لاتخاذ قرارات 25 أكتوبر هو يستطيع أن يلجأ المكون العسكري مرة ثانية لاتخاذ قرارات بإسقاط أي تسوية ثنائية. والسلام عليكم ورحمة الله.